وضربات الجزاء قاعده ما نقولكش اليوم يعني نشوفوا لاعبين كبار يعني يضيعوا ضربات الجزاء في كؤوس عالميه يعني في فينال كوب دي مون كما شفنا هذه المره يعني في فينال كوب دي مون يعني فرنسا مع الارجنتين فريق الفرنسي اللي ضيع ضربات الترجيح صحيح. وهي بلال كما قلت بالك كون غير الطريقه ولم يسجل قالوا علاش غير الطريقه هذا عادي يا سي نورمال مثل ما فعل جورجينيو سورتو ان سيبورتور اللي كان تماك يعني بوندون ديزور يعني ساعات كثيره يعني تاعب منا حب يشوف الفريق الوطني حب يشوف يعني البلد تاعو ترفد الكاس هذيك كي جات الخيبه هذيك يعني احنا ما نلوموش يعني كل واحد كيفاش يعبر سي نورمال هذه ثقافه وحنا الثقافه تاعنا كل واحد كيفاش يعبر عنده التعبير تاعو وشنو شفنا يعني الجمهور يعني يصفق والجمهور قال انا احنا راضيين بهذه الدوره وراضيين بالفريق هذايا هذا هو البليز امبورتون.